إيمان الله مستر محمد وصحبه وسلم. الحياة أسرار، هذا الكتاب ديوان ابن عربي الشيخ الأكبر أبو بكر محي الدين عربي ابن عربي الحاتمي الطائي المتوفي سنة 638، يعني تقريبا قبل ألف سنة 1006 سنوات. الله، تحقيق محمد ركابي الرشيدي. الله، وهني الكاتب اللي استفزار استاذ مرزوق الشطي، هو داز صاحب مكتبه ابن قتيبه للطباع النشر، يصل الى ابو يعقوب اللي هو الوالد سيد يوسف هاشم السحمد رفع وزير نائب شيخ الطريق رفع الصوفيه. المهم صفح صفحه هذا الكتاب في شعر، واختنا لدى السيد يوسف السيد هاشم السيد احمد رفعي شعرت اهل البيت وال البيت دوله الكويت تعرف له، وعندنا الاستاذ عبد الملك المنوفي بعد يعرف. يقول هني، وهو السيد كان شاعر، وعمنا عبد المحسن الرفاعي شاعر، وخالنا حسين الرفاعي شاعر، وخالنا وعمنا صالح الرفاعي شاعر، وولد اختنا ماجده السيد ساشم الرفاعي القاضي شمعي سما الشاهين شاعر. ونعود الى دعوه ابن عربي في التمعن والتعمق في فهم اسرار ومضمون الالفاظ، فقد حدثوا انه قال مره هذا البيت: يا من يراني ولا اراه، كم ذا اراه ولا يراني. سبحان الله، هذا طباق ولا جناس ولا كلام هذا يا ابن المنوفية؟ شنو تفسيرك له؟ خايف ها؟ خليك كيفك. فأنكر عليه أحد التلامذة وذلك وقال له: كيف تقول أنك تراه ولا يراك؟ فأنشد على الفور: يا من يراني مجرما ولا أراه آخذا، كم ذا أراه منعما ولا يراني لا 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 إذا. سبحان الله، ولا وقد عظم ابن عربي في جميع فنون التصوف، ومن بين ذلك ما نظمه في الدعوة إلى الأخلاق والزهد وإيثار الآخرة على الأولى، والتشوق إلى النبي سيدنا وشفيعنا طبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وذاته وصفاته وجميع الأنبياء كما صلت عليه الملائكة. ومثل ذلك قوله: لمن يرغب في عمل الخير، يعني لا يتحسف، كان الوالد يقول بيعقوب رفعي: لا تندمن على خير تجود به، وإن أغاظك من تعطيه واقترفا، فالله يرزق من يعطيه نعمته، سواء أنكرها كفرا أو اعترفا. ويدعو إلى العمل والبعد عن الرياء قائلا: إن كنت لي أكون لك، ما أنت لي ما أنا لك. فاصغوا إلى قولي تجد صحة ما قلت لك، ولتلتزم طريقتي واجهد واخلص عملك، تنل بما جئت به من كل خير أملك. كل واحد حصل كل امنياته، كان السيد يقول كل الدنيا أمل ونسيان، يقول يعني هي على قولتهم طبق من ذهب. وتشوق ابن عربي إلى الكعبة وإلى الروضة المشرفة فيقول: يا حبذا المسجد من مسجدي، وحبذا الروضة من مشهدي، وحبذا طيبة من بلدتي، فيها ضريح المصطفى أحمدي. اللهم صل عليه. أنتوا اليوم مالكم يا شيخ؟ انت من اي بلاد؟ كندا. كندا كنديون ولا اصله سنغاليون؟ ما يفضى اصله سنغال؟ نعم. كينيا؟ بوروندي. بوروندي. ولكم شيخ جمعة بوروندي، فيري نايس. تيجاني ام مريدي او ام؟ نو. تيك وان رفعي. صلى الله على صلى عليه الله من سيد، لولاه لم نفلح ولم نهتدي، قد قرن الله به ذكره في كل يوم، فاعتبر ترشدي. عشر خفيات وعشر إذا أعلن بالتأذين في المسجد، فهم عشرون، فهذه عشرون مقرونة بأفضل الذكر إلى الموعد. وقال ابن عربي طوال حياته، وكان ابن عربي طوال حياته دقيقا في تمسكه بالشرع الحنيف، ويحاسب نفسه محاسبة دقيقة على آدابه، وكان يعتقد اعتقادا جازما أن الخروج على الشرع حرمان وزيق ومخانة، كما كان يعتقد أن الطريق السليم لإدراك المعرفة الصافية هو طريق الشرع لا طريق العقل. ويقول في ذلك: لا تعتقد غير الذي تتلوه فيه، نص الذي نطق الكتاب المحكم وعليه فاعتمدوا، وقولوا مثل ما قد قاله عن نفسه واستلزموا، واعبد إله الشرع لا تعبد إله العقل من هادوا إليه وسلموا. فالناس مختلفون في معبودهم، فعنزه
فنزه معبوده ومجسمه، فمنزه معبوده ومجسمه. هذه الأبيات تعطينا سرور حقيقيا. حياة الشيخ أحمد الأكبر محي الدين بن عربي ظلمه مثل الحلاج وغيره، اعتزازه القوي بالشرع واعتماده على إدراك العلم على الذوق والكشف لا العقل، لا على العقل، ولذلك لم يعول إطلاقا على الفلسفة، لم يعول إطلاقا على الفلسفة، ونفر منها نفورا شديدا مع مرونته في مناقشة الفلاسفة في حججهم. فنجده ينصح في مقدمة كتاب اليواقيت والجواهر بعدم المبادرة إلى الإنكار لقوال الفلاسفة المتكلمين، إذ ربما يكون في كلامهم ما يوافق الشرع والعلم الصحيح. وكلامك كله صحيح يا ابن عربي يا أبو يعقوب الرفاعي الفصيح، وشكرا.